كتاباتك وتعليقك قسوة كبيرة على الأدامية بالخصوصية الحالية، هل هو موقف مبدئي أو شخصي؟ اولا انا مانيش قاسي، معناها ديما هذاك هو الاسلوب، سواء توا ولا قبل ديما هذاك، لاني معناها الانسان كي يهتم بالنقائص احسن من يهتم بالحاجات معناها اللي معموله، لانه معناها نيابه خصوصيه سواء هذه ولا قبلها ولا المجالس البلديه قبل، اذا كان باش يقوم بعمل هذاك هو معناها المهم نتاعو، يلزم باش ينظف كياس، يلزم باش معناها يتلهى بالمصبات العشوائيه، يتلهى بامور المواطنين، هذه معناها الحاجات نتاعو، هذه امور وهذه العمل اليومي نتاعو. اما النقائص هذيك هي من رأي أن الإعلام يكون مهتم بها، لأن هذيك هي بالضبط اللي تخلي تقيم الأعمال هذيك، وما عنديش قسوة حتى لحد، وإنما أؤدي رسالة إعلامية محايدة، وربما الأسلوب يغضب الكثير، ربما كذا، هذه أمور أخرى. سي صالح صحيح الإعلام هو ندوره باش يعني يبرز النقائص، لكن من دوره باش يجيب ببعض النجاحات والإنجازات. هي دائما ثم إعلام الإدارة ولا الملاحق. تم أنا إعلام، تم أنا الملحق الإعلامي ببلدية أو ملحق إعلامي بولاية، هو ما نبيش يتبع مثلا الأعمال اللي يقوم بها الوالي ولا يقوم بها كذا ولا يقوم بها معتمد. سيسالة الملحق الإعلامي الحكومي أو العمومي هو من دوره بتبليغ المعلومة للمواطن أو الجهات، أما الإعلام اللي يقوم بنشاط إعلامي من دوره مثل ما ينقد مثل ما يجي إلى النقائص لابد كذلك باش يبرز بعض الإنجازات وبعض. أنا مثلا نوجه السؤال معناها إلى راديو صوت، ما هي الفائدة عندما نقول أنه بلدية رفعت الفضلات، أو عندما نقول أنه بلدية هيئة كذا، شنو الفائدة من العادية البلدية من دخول، ولكن تزمع بعض تعطيلات كبيرة ومسح كبير ياسر في إنجاز الدراسات ومشروع النجاح، لابد باش نعطيو الحق للناس اللي خدمت باش يعني هالمشروع هذا أصبح حق. مش عيب زاد. لا مش عيب، أنه إنسان معناها يظهر معناها بعض النجاحات مثلا باهي كيما تو مثلا طاقة أشغال بلدية مازل بورقيبة 397 مليار 400، ثم ناس يقولوا هذوما معناها يبنوا زوز بلديات. بدينا نقولوا مثلا نقولوا ها تو احنا قاعدين نخزوا في بلدية اشطر مبيض واشطر لا. هاك اللي مبيض هذاك علاش تبيض؟ بارك الله فيها مبيض البلدية. مالا كيفاه هذا كل لازم نقولوا بارك الله فيهم البلدية معناها طلعت وشافت كيفاش يبيضوا، ربما ثم شقوق صغيرة قاعدين يسدوا فيها، ربما كذا، هذه كل ما لازم نقولوا. أما هي نجاحات كما توا مثلا انطلقت توا منذ حوالي 20 يوم انطلقت معناها تهيئة القباض المالية دو كذا الجماعة دي باش ينحوا الزليز، بارك الله فيهم. شنو مش هذه كل ماذا بينا نقولوا، وهذه حاجات معناها تستحق الذكر. تو مثلا وراه في تراكتور يجري تو متعدي العجال نتاعو رطبه اللي من تالي ان شاء الله يبدلوا العجال نتاعو. شنو يا دو عمر؟ سي سالم البارح علمنا انه المواطن المنخى اجتمع مع المدير وتم تجديد الثقه فيه. اي بالطبيعه اعتبرته انتصار الاحزاب على كتله اليسار، فهل اليسار هو الذي يتحوز على العمل الثقافي بالمزبوغيبة؟ هو عادة الذي معناها حصريا استغربت من زميلي باش يصور باش يصور زميلنا صالح ديما مسلح. اذا سي عمر مثلا انا حتى مشكل، انت قلت لي توا انه المعتمد تسلم راهو المسانده هذه عنوان مسانده ودعم راهو من فوق. خويا سالح نحب نسال انا لماذا النهضه والنداء يتوافقان على العمل الثقافي؟ اي هما كانوا معناها باش يقسموا في الاخر بالكل باش يقسموا معناها الحكومه الجايه، وهذا معناها ماهوش غريب وماهوش عيب زاده، تنجم معناها النهضه او غيرها معناها يتحالفوا مع بعضهم ويقسموا معناها فهمتني الكعكه اللي ما عندهمش فيها حتى دخل. هي ساعه فور كومونسي معناها من البدايه انه الثوره هذه اللي جابتها اي حزب ما جابهاش لا نهضه لا غيره، فهمني، هذه انطلقت معناها من وضع اجتماعي. نرجع وانت قاعد تشاكس فيا تو بالضبط قد وهذه كان لقاء معناها عفو كان منظم من قبل ولا تو اذا هذه منزل بورقيبه في 25 3 2014 مغاتين 25 3 2014 ها، وقال لك نحن مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسيه بمنزل بورقيبه الممضين هي لازم تكون الممضونه اسفل هذا نتقدم الى المعنيين بالامر بهذا
مساندة ودعما للهيئة التي أشرفت على المهرجان الثقافي بمزبرجيف في دورته 34 التي ترأسها بتميز الفنان المبدع أنا نزيدها المتألق عبد اللطيف بن مبروك. ورغم الصعوبات الجمة منها المادية والظروف التي مرت بها ومنها اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي زادها مسكين دخل في مهرجان منزل بورقيبة وما تماش بهولي الآخر اسمه شكري بالعيد ما تماش، ورغم ذلك فقد اجتهدت بإمكانياتها وكامل جهود كامل الهيئة وأثثت مهرجانا رأت فيه أذواق المتساكنين بمدينة منزل بورقيبة في جميع الشؤون الثقافية. ولمسنا الأقبال هذه معناها الأحزاب هذه والجمعيات قالوا، ولمسنا الأقبال الجماهيري في كل العروض التي تمت خصوصا لاستعراض الضخم بالشماريخ الذي تم بالمدينة والذي نال رضا كل المنازلية، ما عرفش علاش كل المنازلية، ولهذا نطالب بالإبقاء على كامل الهيئة المذكورة لتواصل عملها في أحسن الظروف، ونحن نسندها وندعمها ونتمنى لها النجاح في كل تصوراتها من أجل الترفيه على المواطنين والرقي بالعمل الثقافي مدينتنا. نذكر أن هذه جمعية المرحمة والكرامة من بورقيبة لها نفس من النهضة، هذا المكتب المحلي للنهضة، هذه التنسيقية المحلية ولجبهة الإنقاذ، الراو كذلك رئيس جمعية أحباء مدينة منزل بورقيبة هذه ما عندهاش تأشيرة في الرائد الرسمي، كذلك الراو على ما أعتقد أنت نائب رئيس الجمعية. وأنا نائب رئيس الجمعية وحاولت مع رئيس الجمعية باش يمشي يسجلها وما مازال معناها فلا يستنى. هذا يا لطفي شقرون رئيس جمعية اليسر للأيتام وفاقدي السند مما لا شك فيها أن لها نفس إسلامي، كذلك جمعية مدينة منزل بورقيبة إمارة مرشنو رئيس وكاتب عام لجنة الثقافية هذيك قلناها مرتين مصحح. إذا المكتب المحلي، جمعية صيانة المدينة كذلك هذه ما عندهاش تأشيرة في الرائد الرسمي، هذه إذا حتى عمال تونس موجود يعني جمعيات وأحزاب كلها تساند الهيئة السابقة للمهرجان. هذه بالنسبة لنا نسميها انتصار إلى لطفي بن مبروك على قيدوم اليسار سي الشيخ فرج حمدي، ولو أنه معناها ترأس شعبة الفولاذ في فترة ما، إلا أن وديه بيدو قال على الحكاية هذه متى ترأس الشعبة، قال أنه وقتها أنها الاتحاد العام التونسي للشغل والتضرب هما مجموعة معناها حبوا يتقدموا باش ينقذوا العمال عن طريق شعبة الفولاذ في 78. سي صالح، رغم متابعتك الكبيرة للشأن بالمزبوقية فأنت متهم بزرع الفتنة بين الجميع، فما ردك على هذا الاتهام؟ إذا أولا ما هيش فتنة، عندما إنسان معناها ينشر أخبار ويتابع الوضع في البلاد على مستوى السياسي والثقافي والاجتماعي يتبع منها الأمور هذه كلها، والحمد لله أنه من متمكنين معناها من شبكة رهيبة جدا في المعلومات. إذا كي ننشر معناها كل المعلومات هذه عن بعض الناس الذين لا يحسنون قراءة النصوص، لا يحسنون قراءة النصوص يشكوا وعندهم الحق يشكوا، ما تمش حتى مشكل بالنسبة لي أنا، هذه ليست فتنة وإنما إعلام محلي نتابع من خلاله كل ما يدور في منزل بورقيبة. صالح حلوي الإعلامي الذي لا أقول يخشى من الجميع ولكن يحترمه الجميع، بارك الله في اللي يحترمنا، وكذلك بارك الله في اللي ينقدنا. أنا وصلتني برشا انتقادات من بعض ناس والحمد لله صلحت، لأني مانيش كاملا من كمال الله سبحانه وتعالى، ونحب برشا اللي ينقد أكثر من اللي يمدح، ولو أنه معناها برشا أصدقاء أنهم راضيين على المردود المتواضع بإمكانيات متواضعة. صديقي حمدي بن ملاح مرة قال لي أنت تخدم بالليموان دوبور، معناها حاجات بسيطة برشا ونأدوا في رسالة. صالح نويل، على ذكر سي حمدي بن ملاح الجميع يتساءل، صالح ذو الميولات الإسلامية أو النفس الإسلامي معروف تاريخه عن حركة الاتجاه الإسلامي السابق، العديد من أصدقائه يعتبروا من الحركات السياسية التقدمية إلا ما كل من الشق اليساري،
لا بالنسبة لحمادي مملاح صديق قديم برشا، وحتى معنا في المجالس البلدية السابقة كانوا يقولوا له معنا شبيك تتكلم مع صالح معروف بولاياتها المتشددة الإسلامية، وكان يقول له معنا لا أنا بالنسبة لي أنا ما عندي حتى مشكل، وفعلا معنا انتقدوه برشا ناس على علاقته بي البريئة واللي بعدهاش حتى مشكل. أنا فيه نحيي فيه معنا سي حمادي بن ملاح شجاعته في هذا المجال، وفعلا أنه الناس اللي كانت نافرة من مسؤولين في أي مجال فهمني كانوا نافرين من عمهم صالح، في الآخر بكل أي مسؤول ساعة يهز التليفون ويقول لي إيجا راي كذا وكذا 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 وكذا، وبعض منهم أنه معناها فهمتي يعلمني على أشياء أخرى لا فائدة في ذكرها عبر راديو صالح. سي سالح أنت قلت الناس نفرتني، وأنا باش نعطيك سؤال يتعلق بنفس المعنى. أنت معروف كنت في حركة الاتجاه الإسلامي، لماذا الآن أنصار النهضة نفرينك؟ اولا انصار النهضه ولا المنخرطين والمنتمين الى حركه النهضه هذوما جاوا انا نسميهم انا مجموعه التسعينيات، معناها فهمتني يعرفوا هما يعرفوا الكبار نتاعهم تاع البلاد يعرفوهم كذا، الا انه معناها حبوا ينشطوا على مستواهم كيف كيف نقول معناها مستواهم التكويني اسلاميا معناها متواضع جدا وبسيط، ونرى انه اغلبهم معناها فهمتني حتى تلاوه القران صحيحه معناها فعلا حتى من المصحف وبرموز المصحف معناها يلزمها معناها فهمتني دراسه معمقه باش الانسان ينجم يعرف الامور نتاع. اذا انا ما ندخلش في التفاهات هذه وفي المشكلات هذه، ما عندي معها حتى مشكل الا انه اسلوب عمهم صالح يقلقهم ما يحبوش يخافوا من النقد، صغار ناس معناها مساجين بالنسبه اللي هما فهمتي مساجين هما يسموا روحهم مساجين سياسيين كبار، انا نسميهم مضطهدين لان المساجين السياسي تتوفر فيه شروط كبيره ياسر مونديلا وغيره فهمتني كبار ياسر هذوما سجناء سياسيين، اما بالنسبه للي ما يفوق ال 120 من نزل بورقيبه سجناء يسموا روحهم سجناء سياسيين انا نسميهم مضطهدين سياسيين، هذوما ناس تخطفوا اما فيها فهمتني في وليمه اما فيها دفع معناها 5000 فرنك في مناسبه نتاع عرس يعني مشاكل سيدنا ياسر. اعطينا العموميات اعطينا بعض الاسماء خلي شباب مزبوقيبه يعرف التاريخ اللي بعد. انا الكل اللي شدوا السجن في منزل بورقيبه تشدوا على ولكن السجن ولكن السجن كل التيارات تعرضت للسجن اما خاصه التيارات الاسلاميه خاصه نقولوا معناها التيارات الاسلاميه وخاصه حركه النهضه او غيرها من الحركات المتواجده، خاصه انا اقصد اللي جماعه حركه النهضه هذوما انا بالنسبه لي انا ما نسميهمش السجناء نتاع السياسه لانه السجين السياسي عنده الثقل نتاعه، راشد الغنوشي سجين سياسي، حمادي جبالي سجين سياسي، لماذا تعطي لماذا تعطي هذا الحق لراشد الغنوشي وتستنكره لبعض القيادات السابقة؟ راشد الغنوشي مفكر عنده ما شاء الله من المراجع ومن الكتب، انسان من حفاظ القران، انسان عنده قيمه، تحكم بالاعداد، عنده وزن، ماهوش معقول انا باش نقول حتى ابني انا قيس نويل مثلا سجين سياسي يضاهي راشد الغنوشي. ولكن ماهوش معقول تاريخ راشد الغنوشي سي سالح لنكون واقعيين، الغنوشي في بدايه السبعينات ومنتصف السبعينات تعامل مع النظام السابق مع الرئيس تحبيب بوريبه واعطتهم يعني كانت تطبع مجله المعرفه فيما تبع جريده العمل. اذا كانت هناك هدنه مع النظام السابق بالمفهوم السجين السياسي، لماذا تعطي الحق هذا لراشد الغنوشي وتستنكره على البعض؟ ولان راشد الغنوشي حتى السجن نتاعو في التسعينات تم يقال سامحني سي سالح باش نبلغ الفكره نتاعي انه راشد الغنوشي في التسعينات فك الفتره السعيده ياسر نتاع الاستبداد الكبير العاشر في تونس، راشد الغنوشي تم تسفيره بموافقه مبدئيه من الرئيس السابق والدكتور صحبي العمري اكبر صديق لحركه النهضه اللي هرب سي حمد الجبلويل يقر بذلك ويقول ان صارت صفقه بين الرئيس السابق وراشد الغنوشي، والدليل على ذلك ان لم يحاكم منذ التسعينات. اولا لم يحاكم منذ التسعينات لانه في الخارج صح. هو معناه الشيخ راشد الغنوشي ولكن خروجه نتاعو تم بموافقه من النظام السابق. خروجه تم وهذا الدكتور صاحبي العمري احد القيادين البارزين في حركه النهضه.
هو مع حسب سمعت الحوار ذاك ما اللي قال فيه الشيء ذا، الله أعلم ما أنا مقدار صحته. أنا مثلا ما ليش قيادي كبير ياسر نعرف الأسرار هذه، لكن نشك أنه مثلا رشد الغنوشي بيش يطيح في معاملة ما نهتافة كما هذه ويسفروه عن طريق الصحبي ولا عن طريق غيره، ممكن عنده معناه في مسالك أخرى نشك أنه بيش رشد الغنوشي يطيح في مطب مثل هذه المطب. أنا شك أنا نعرف طوالش الدافع ياسر على الشيخ رشد الغنوشي، لأنك عندك علاقة حميمية وهو في الثمانينات هو اللي حضر الابتداء الختم تاع الختم تاع القرآن، وهو اللي يسلمك الجائزة، لأنك دائما تنظر له للشخصية الكبيرة اللي أعطيتك هيك الجائزة، يعني وليت محبة وعاطفة أكثر منها موقف سياسي. أنا والله هيك الشيخ هذاك أنا نقدر ونحبه فعلا، لأنه فعلا شيخ مناضل ويستحق معناها رتبة السجين السياسي فعلا، مش على خاطر معناها جاء ولا كرمني بمناسبة ختم القرآن هذا في 85، ماهيش هذه هي المشكلة، وإنما إنسان عالم فعلا ومصلح ومجدد، ووصل معناها فعلا باش خلى أرضية، والأرضية هذيك لقاها في الأخر بكل، ولو ما شاركش هو في الثورة ولا العناصر اللي الباقي ما شاركش، حتى حزبه هو ما شارك في الثورة التونسية، لكن الأرضية اللي خدمها رجل غنوشي ساعدته باش أنه يلقى 1.5 مليون صوت، ويلقى 80,000 صوت و500 في ولاية بن زرد. أما أنا اللي نعيبه بالحق على الناس هذه أتباع الغنوشي أنها صفة سجين ولت معناها مبتذلة، وكل أي إنسان ينجم يتحمل سلسلة يعني التيتر متاع سجين ولا عبارة على شهادة تقدير متاع رئيس شعبة ولا حاجة كما هذا. إذا سلسلة في أحد الحوارات السابقة معك قلت لي أخاف على رشد الغنوشي من المحيط اللي داير به، وهما السبب اللي وصلوا لهالوضعية النقدية اللي وصل لها الشيخ رشد الغنوشي، لو هل كان تفسير وتوضيح. المعروف على الشيخ رشد الغنوشي أنه يقبل الحوار ويمن بصفة كبيرة ياسر بالديمقراطية، ويسمها الشورى، وفي أقل حاجة معناها تتلمد المجموعة الكل ولو أمر بسيط ياسر، ويتشاوروا فيه وتقع فيه اقتراعات كما فهمت الاستفتاء الأخير، كيما الاستفتاء الأخير جاء معناها مؤتمر يتقدم أو يتأخر، فرست معناها فهمت تونس كاملة فوق 300 واش مكتب فهمتي كلها تحلت تعملت على شيء لأنهم باش يشوفوا يقروا، معناها الشخص يمنى بهالديمقراطية هذه بصفة كبيرة ياسر، ويحب ماهوش رأيه معناها يمشي 100% ولو أنه عنده معناها الكثير من الأنصار في مجلس الشورى وغيره. أنت قلت الشيخ رشد الغنوشي هو ديمقراطي وكرس الديمقراطية وكرس الشورى داخل الحركة. نحن نعرف قبل اللي كانت عادية من أعضاء مجلس الشورى وأنصار النهضة يرفضون التعامل مع الباجي قايد السبسي، ولكن في الأخير الشيخ رشد الغنوشي يسافر لباريس لمقابلة الشيخ رشد الغنوشي الباجي قايد السبسي وتنقلب المشهد. هل هذه ديمقراطية؟ لأن رشد الغنوشي هو من فرض اللقاء وهو من فرض التصالح مع الباجي قايد السبسي، وفي الأخير الأنصار قبلوا بالأمر الواقع. هو البارح مباشرة في قناة نسمة في الحوار نتاعو مع نسمة سهلوه محسوب نفس السؤال، وكانت الإجابة نتاعو أنها من أجل تونس يلزم أنها تتصالح برشا قوة وتتآلف مع بعضها، المهم أنه يبين أنه حركة النهضة ليست حركة دينية وإنما هي حركة سياسية تتعامل مع جميع التيارات، المهم أنه في نظره هو أن يكون المجتمع التونسي يتعايش بجميع أطيافه. هذا يا نرى سي صالح. آخر سؤال، يبدو أن نية الحكومة لإرجاع النيابات الخصوصية السابقة لمهام، تعليق لهذا الخبر؟ أنه أنا مساء مصدر الخبر منين أن مصدر الخبر منذ يومين التأم الاجتماع بوزارة الداخلية بحضور السيد كاتب الدولة لدى المكلف بالشؤون المحلية والجهوية، والاتجاه سائر في نفس هذا الاتجاه وسيرفع في مجلس وزاري قريبا جدا. معناها سيبقى على النيابات الخصوصية الحالية، سيرجع الحال على ما عليه، كل النيابات التي تم تغييرها سترجع لممارسة نشاط، واللي عندها أحكام صادرة من المحكمة الإدارية
إيه هو تو تطبيق القانون معناها بطبيعة الحال. هو السي عبد الرزاق خليفة معناها قال أنا باش يطبق القانون نتاع المحكمة الإدارية في كل المشاكل ماشي في النيابات الخصوصية برك. معناها نحب نقولوا معناها بالنسبة للنيابة الخصوصية نتاع مجلس البورقيبة هي معروفة مسيسة النيابة الحالية معناها مزكية من طرف أعضاء التأسيسي ببنزر وهما أغلبيتهم حركة النهضة، وحركة النهضة راضية على النيابة الخصوصية الحالية وقاعدين يدعموا فيها باش نوعا ما تتحل معناها برشا مشاكل وتتسهل المشاريع في البلاد. لكن كذلك ما ننساش أن النيابة الخصوصية السابقة أنها كذلك عندها نفس إسلامي والأعضاء اللي تبقوا مع السيد طيب النفزي الأستاذة الرائعة السيدة حمدي والمشايخ ذيك الفلسفية زناتي معروفين أنهم على الانتماء متاعهم يساري. وهذا كتبته أنا أخيرا في جرس صريح قلت ما لا النيابة الخصوصية السابقة مسيسة والحالية مسيسة. إذا حتى إذا كان بسترجع الأخرى مسيسة. أنت في الصفحة متاعك طرحت سؤال، هل أنت ضد أو مع رجوع النيابة السابقة؟ نفس السؤال نتوجه به لك أنت ومن غير دبلوماسية. من غير دبلوماسية أنا مع نيابة مستقلة تخرج من المجتمع المدني. المجتمع المدني في مجلس البورقيبة يعج بالكفاءات المستقلة، نجموا معنا الجمعيات يختاروا نيابة خصوصية أخرى غير حزبة وتنجم تواصل. أما النيابة هذه إذا كان باش تبقى بالنسبة لي نراها خطر على مصداقية وشفافية الانتخابات، كذلك النيابة الأخرى في حال رجوعها كذلك تشكل خطرا على مصداقية الواحد بما أنها يسار. هذا هو ما أنا. هل أنت ضد أو مع؟ أنا لا ضد لا مع. الإعلام يزمش يكون معنا يلزم يكون معنا. أنا لم أتوجه بسؤالي للإعلامي صالح نوي، توجهت إلى المواطن صالح نوي. وأنا الناس على إعلامية ما أنا ما تتنحاش من زمدي ما نبقى محايد في الحكاية دي وماذا بي الزوز معنا مش الدوش. شكرا صالح نوي. سيدي بارك الله فيك. ما أنا ما كانش منتظر لقاء، كنا مبرمجناه في استيديو جاءت برا. صدفة به. شكرا سيسان. راديو صوت من الصوت ومنكم الصدى.